رئيسا للوزراء. سيد الرئيس، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد. دكتور زياد محمود حسين أبو عمرو، نائبا للرئيس الوزراء. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته، وأن أحترم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته. السيد الرئيس، والله على ما أقول شهيد. السيد فادي عرفات سليم الهدمي، وزيرا لشؤون القدس. سيد الرئيس، أقسم بالله العظيم. السيد الرئيس، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله. فلسطين المشرق من اخوانك الاوائل الى يومنا هذا. سياستنا في بلدنا ان لا نقبل الاحتلال وان نحارب الاحتلال بكل الاساليب المتاحه الشرعيه، يعني في الامم المتحده، في المؤسسات الدوليه، في المقاومه الشعبيه السلميه. نحن سنحارب الاحتلال بهذه الوسائل وبالقانون. انت معتدي وعدت في ارضي وبنيت في ارضي وبتقول الامر واقع، شو الحكي؟ لا، مش امر واقع. حدود 67 كما هي، وانا منيح من الله اللي قبلت. انا كمان يعني ديروا بالكم، يعني وقت اللزوم برفض واللي يصير يصير، بس احنا لانه بنؤمن بالقانون الدولي قلنا انه حدود 67. يريد ان يلتحق بهذه الحكومه، بارك الله فيك، ونحن اخوانك وتحت قيادتك.